السلام عليكم. نروح لولاية الأغواط لنقف على زيارة حوالي ولاية الأغواط إلى المحطة الجديدة للسلك الحديدية اللي يعني الأشغال يعني تبدو أنها انتهت وما يبقى إلا تحضير لافتتاح الخط الشمالي الجنوبي ما بين محطة بوكسول ومحطة الأغواط على امتداد 390 كيلومتر يعني مرورا بمحطة الجلفة. وهذا الخط اللي الأشغال انتهت فيه إذن إن شاء الله يمتد يكمل تكمل الأشغال إلى الحدود الجنوبية للوطن. أترككم تتابعون، السلام عليكم. Thank you.